هذا وقد انتظمت الدراسة صباح اليوم في محافظات الجمهورية التي لم تبدأ الدراسة بها أمس، حيث تفقد صباح اليوم وزير التربية والتعليم طارق شوقي مدارس حي الأسمرات المقطم، وشارك في جولته محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد. بدورها أكدت النائبة مجد نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب أن اللجنة ستنظم زيارات فردية من أعضائها على عدد من المدارس في كل في محافظته لرصد ومتابعة حالة المدارس في أول يوم للعام الدراسي الجديد.